السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fifth class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد. قاف کو اچھی طرح سے ادا کیجئے. صاد تقتلوا الصيد. دال کو جلدی پڑھیں گے, کھینچیں گے نہیں. وأنتم نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آیا ہوا ہے, اس لیے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ومن نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف آیا ہوا ہے اس لیے غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا. قتله ہا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. منکم یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر بھی اخفاء ہوگا. کم میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیا میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فجزاء. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے اس لیے مد متصل کا قاعدہ ہوگا تو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. منکم اخفاء ہوگا. هديا بالغ القعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہدیم اس کو اقلاب کہتے ہیں. دیکھیے وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ذوى عدل منكم هديا بالغ القعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه عفى الله. الله کو پر کر کے پڑھیں گے. عفى الله عما سلف ومن عاد. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے اس لیے بغیر غنے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. والله الله کو پر کر کے پڑھیں گے. عزيز اخفاء ہوگا, ذال کو نرم آواز سے ادا کیا جائے گا. والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه وطعامه متاع لكم وللسيارة
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم را کے اوپر تشدید ہے وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون دیکھیے احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد جعل الله الكعبة الكع كاف عين زبر كع كعبة البيت الحرام ميم کو جلدی پڑھیں کھینچیں گے نہیں قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا وَاعْلَمُوا اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما على الرسول إلا البلاغ على الرسول لام کو جلدی پڑھیں گے کھینچیں گے نہیں ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الحديث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں ایک بار اور دیکھ لیجیے اسی دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ القعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الحديث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون यहाँ तक याद कर लें।